أخبار اليوم متألقة دائما لقاء سودان. أهلا بيكي. مش عايز أقول لك في أخبار اليوم لأن أنت بقالكوا شهرين في أخبار اليوم بتعملوا جلسات عمل عشان مؤتمر الإبداع. كلمينا إيه الملفات اللي أنت هتطرحوها المرة دي؟ أخبار اليوم بقت بيتي على فكرة. النهاردة في ملفات القرصنة والملكية الفكرية. أنا شايفة أن ده من أهم الملفات، لأن لو قضينا على القرصنة ودينا حقوق الملكية الفكرية للملحن والمطرب والكاتب والشاعر والمخرج والممثل والمنتج، هنقدر ننتج أعمال جيدة، هنقدر نشغل كم كبير من المنتجين، هيتم اكتشاف مواهب جديدة، هيبقى فيه أكتر من فيلم وأكتر من مسلسل، على عدد هيكبر قوي، لأن أنت هترجع للمنتج فلوسه، فمش هيبقى خايف ينتج، مش هيبقى خايف أنه يطلع مواهب جديدة. أنا شايفة أن هي من أهم القضايا، وأتمنى إن شاء الله نطلع بتوصيات مهمة ليها. القرصنة طبعا يعني سرقة في كل المجالات، وللأسف الشديد ده بيتم عن طريق الإنترنت، فأتمنى بإذن الله إن شاء الله نطلع النهاردة بتوصيات مهمة، لأنه أنا شايفة أن من أهم القضايا اللي احنا بنناقشها واللي المؤتمر بيناقشها هي قضية القرصنة والملكية الفكرية. اجتماع مجموعة ضخمة من المبدعين، هل بإمكانهم أن هم يدفعوا الحكومة أو إجبار الحكومة أن هي تحرص على تنمية الإبداع في المجتمع المصري والدفع بعجلة الإبداع في المجتمع المصري؟ طبعا ده صح، ويعني ده أساسا بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواضح من كلمة الأستاذ الدكتور باشمهندس إبراهيم محلب أن الحكومة كمان عندها وعي بدور الفن، الحكومة كمان عندها نفس الإحساس اللي عند الفنانين أن هم لازم يقفوا جنب بعض ويدعموا بعض علشان يوصلوا يعني مستقبل مضيء ومحترم للفن المصري. بعيدا عن المؤتمر، ايه اخر اخبار اللقاء الفني؟ اخر اخبار ان شاء الله باذن الله مسلسل مع الاستاذ عادل امام استاذ رئيس قسم، وان شاء الله مسلسل اريد رجلا استاذ احمد عبد العزيز واساتذه اياد نصار وندى بسيوني، مجموعه كبيره من النجوم، تاليف شهيره سلام واخراج بتول عرف. كلمه بقى يعني لمحبيكي في 2015. اقول لكم انا مبسوطه قوي ان اخبار اليوم عامله حقيقي فرق كبير قوي وبتتقدم. اتمنى ان مصر ان شاء الله تتقدم، اتمنى ان الفنانين يبقى ليهم دور مهم في عوده المجتمع المصري لاصالته يعني روح الحلوه اللي كانت بين الناس ترجع تاني، وكلنا نبقى في حضن بعض تاني.